جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة على التلفزيون وقل لك اطمئن يعني كل انت مطمئن فشو انا بقول كل اذا كنت مطمئن بهذه الاقوال انا لم يبلغك انه الوزير وزير الاوقاف كان نشر في بعض الجرائد انه تبين انه الاخبار انه تبع على الطريقة الاسلامية من صحيحة قرأتها هو ولا لا قرأنا هذا وغيرنا قرأ وهذا دليل انه قضية مش قضية حلال وحرام قضية تنشايد الامور وتسريكها كيف ما كان السلام عليكم السلام انا كنت كلمي في جلسة كنا قريبا زرقا قلنا والله اللحم البلغاري امر عجيب قديش بنينا كم سنة بنينا بهذا اللحم من سنين او النواهي لا يزال المسلمون يتساءلون حلال هو ولا حرام طيب الى اليوم فأنا قلت كلمي بالمناسبة لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا يجب مقاطعة هذه اللحوم لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام ونفر المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم إلى آخر الحديث معروف إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذين اخواننا مسلمين يذبحون في بلغاريا ونحن لا نزال نتساءل انه شو حكم اللحم البلغاري افرضوا ان اللحم هذا يذبح على الطريقه الاسلاميه لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد هل عم يقتلوا فيها المسلمين لا لشيء إلا لأنهم مسلمون ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز استيراد هذا اللحم لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره لأنه صار ممجوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب إذا صح التعبير انغشاشهم بمثل هذه الأخبار أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية بلغكم هذه السخرية ولا شك يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا ترويج بضاعة ترويج بضاعة وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني
شحن براد من البرادات اللي تعرفها كله لحد دجاج وصل الحدود السعودية قالوا هذا ما في عندك إثبات إن هذا مزروع على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعة ما جاب شهادة إنه هذه مزروعة على الطريقة الإسلامية وتراني دخلة البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين دون. ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك. طبعاً حاول يزور المتحف عدة مرات طبعاً منعوه. فيوم بروح بدي يشتري رز من السوبر ماركت ولما أشوف على كيف الرز ذبح بالطريقة هاي كمان هاي مشكلة. بعدين أنا أتيحت لي زيارة في إسبانيا من في 12 أو 13 أكثر 20 سنة يمكن. فدخلنا الأسواق نتجول فيها دخلت السوق مررنا ما ادري شو نسميها دكاني ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت لكن عارف ايش دجاج جاهز للطبخ براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش الاوروبيين يعني لأنهم يرون أن هناك دم وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال وأن عباد المال ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله خرب شيخنا بالنسبة خرب نصيحة أبو حميد.